تزامنا مع شهر الابتكار في فبراير من كل عام، أطلقت وزارة التربية والتعليم فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الحدث الوطني الأبرز الذي يحتفي بالابتكار والمبتكرين في الدولة خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من فبراير الحالي. مهرجان يكرس مفاهيم الإبداع لدى الطلبة ويزودهم بالمعارف المتقدمة عبر إطلاق مبادرات ومسابقات نوعية مبتكرة. نجد خلال المهرجان تركيز كبير لهذا العام على مجال ريادة الأعمال، لأن هناك تركيز من الدولة على خلق الاقتصاد المعرفي، ووزارة التربية والتعليم تركز على استحداث المنصات والمبادرات وتنميها لتنمي هذه القدرات التي بإمكانها أن تكون هي المحرك لهذا الاقتصاد في المستقبل بإذن الله. في المهرجان لهذا العام ككل عام متواجد معنا الطلبة المشاركين في مسابقة الإمارات للعالم الشاب، شارك معنا ما يزيد على 2700 مشروع، تم تصفيتهم على عدة مراحل لنصل إلى 100 مشروع، الأفضل منها هم المشاركين معنا اليوم. 290 طالبا يبهرون زوار المهرجان بمشاريع ابتكارية يتنافسون فيها ضمن 29 جائزة، وعبر ورش متعددة يستعرض مهرجان هذا العام بعض التجارب الرائدة في مجال ريادة الأعمال على المستوى الوطني والإقليمي. عندنا السنة ما شاء الله مسابقتين متخصصة في ريادة الأعمال استحدثناهم هذه السنة. أول مسابقة يعني متخصصة حق الفئة العمرية الصغيرة من طلبة رياض الأطفال حتى الصف الرابع. المشاركين السنة يمكن ما توقعنا حتى الإعداد اللي قدمت في فترة جدا بسيطة، لكن اخترنا أفضل 25 مشروع اليوم موجودين يانا على أرض الحدث بمشاريعهم ويبيعون ما شاء الله، يعني أشوف ما شاء الله دخلوا يعني حتى يعني فبغينا نعطيهم هاي التجربة أن أنت حتى في سن مبكرة لازم تمارس. المسابقة الثانية هي مسابقة رائد الأعمال القادم، خصيصا مركزة لطلبة الجامعات في الدولة سواء كانوا مدارس خاصة حكومية. أسهم المهرجان منذ انطلاقته عام 2017 في تطوير المهارات البحثية للطلبة وقدراتهم في مختلف المجالات، محققا مخرجات نوعية تتماشى مع رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة. مهرجان يوفر بيئة جاذبة تعزز الشغف بالابتكار وتطور المهارات المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يضيف للاقتصاد التنافسي المستدام القائم على المعرفة والإنتاجية العالية. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي، دبي.